السلام عليكم طلاب صف الرابع ماما، إن شاء الله يا رب تكونون بخير. درسنا اليوم إن شاء الله هو تكملة لموضوع العمل، في القراءة. راح نحل الحوار الخاص بهذا الموضوع. السؤال الأول يقول: لماذا طلب الرجل من النبي صلى الله عليه وسلم أن يساعده؟ لماذا الرجل طلب من النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يساعده؟ ليش طلب المساعدة من الرسول؟ الجواب راح يكون لأن الرجل كان فقيرا فطلب من النبي أن يساعده، لأن الرجل كان ضعيف في الحال وفقير فطلب من النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يساعده في التخلص من فقره. السؤال الثاني: ماذا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم للرجل عندما جاء الرجل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال له: إني فقير فساعدني، إني فقير حال ساعدني؟ ماذا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل؟ كيف ساعده؟ شلون ساعده؟ الجواب راح يكون: أعطاه النبي فأسا وقال له: اذهب واجمع الحطب وبعه ثم ارجع إلي. النبي محمد صلى الله عليه وسلم انطاه فأس وقال له: اذهب واجمع الحطب وبيعه ثم ارجع إلي. شوف النبي كيف علم أن يعمل، ساعده لأن علمه كيف يعمل ويحصل على المال. السؤال الثالث: كيف عرف الرجل لذة العمل؟ كيف عرف الرجل لذة العمل؟ الجواب راح يكون: عرف الرجل لذة العمل حين ربح مالا كثيرا واشترى لأولاده ثيابا وطعاما. إذا الرجل تعرف على لذة العمل ومتعة العمل وكيف إنه العمل مهم في حياته وحياة أولاده حين ربح المال من جراء عمله بجمع الحطب وبيعه في السوق، فربح الكثير من المال واشترى لأولاده الثياب والطعام. أما في التدريب الخاص بهذا الموضوع يا صف الرابع ماما، فالتدريب يقول: اقرأ ثم اكتب في دفترك مجموعة من أحاديث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، يطلب منا أن نقرأها ونكتبها في دفترنا. قال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم: أولا، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. هذا الحديث النبوي الشريف حثنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم على أن يكون العمل الذي نعمله متقن وتام، أن الشخص إذا قام بعمل عليه أن يتمه ويتقنه ويخلص في أداء هذا العمل. ما يصير أني أسوي العمل عن نص، أو أنه أسويه ولكن بشكل غير تام، أو أنه أسويه ولكن نص ونص ما يكون بشكل مضبوط. ما يصير. الله سبحانه وتعالى يحب الشخص أنه من يعمل عمل يجب أن يتقن عمله، طبعا العمل الصالح، العمل الصالح مو العمل السيء. إذن أمرنا الله سبحانه وتعالى والرسول محمد صلى الله عليه وسلم من خلال هذا الحديث النبوي الشريف أنه الشخص يجب أن يكون مخلصا في أداء عمله ويتقنه على أكمل وجه، زين. ثانيا، أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. من خلال هذا الحديث النبوي الشريف الرسول صلى الله عليه وسلم يحث الناس على إعطاء العامل حقه وبسرعة. ما يصير أني مثلا استأجرت فد عامل معين، مثلا أني أديني فد عمل في البيت أو عمل في الشغل أو إلى آخره. استأجرت فد أجير، أجرته، إذا سويت لي هاي العمل أنا راح أعطيك كذا مبلغ. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر أنه أنا من أستأجر هذا الشخص يجب، وقام بأداء عمله وأني أشرفت على العمل وأتقن عمله، أمرنا أنه لازم أعطيه أجره بسرعة، يجب أن أعطيه أجره، ما يصير أأخر الأجر. فالرسول صلى الله عليه وسلم من خلال هذا الحديث النبوي الشريف أمر الناس بإعطاء الناس
لحقوقها، يعني انه اني اعطي الناس حقه، اذا استاجرت فد اجر يجب ان اعطي حقه بسرعه من دون تاخير، ما يصير مثلا اجره ويعمل العمل لي وبعدين اقول له ها تعال باكر، ها لا خلي افد شويه، ها خلي انقص شويه من الاجر، لان ما يصير. من اتفقت وياه على عمل معين وعلى اجر معين، حينما يكمل العمل ويتم يجب ان اعطيه اجره كاملا من دون نقص، يجب ان اعطيه اجره كاملا من دون نقص. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه. ثالثا، ما اكل احد طعاما خيرا من ان ياكل من عمل يده. ما اكل احد طعاما خيرا من ان ياكل من عمل يده، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث الثالث يا صف الرابع ماما، الرسول صلى الله عليه وسلم هنا ايضا يحث على العمل، ان الشخص ما ممكن اني من اكل من عمل الاخرين او من صدقات الاخرين فهذا ما راح يكون نافع لي او لغيري او لعائلتي، لا يجب ان أعمل، يجب أن أعمل. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما أكل أحدا طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده. يحثنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم على العمل ويبين ضروريته وأهميته في حياة الفرد، في حياة الفرد.